لكل الأوفياء، لمن يترقب هذا الموعد بشغف، لمن ينتظره وينتظر هذه الإطلالة عبر ميادين، نرحب بكم جميعا في متابعة دائمة عن قرب لكل الأحداث الرياضية مع اهتمام خاص بالبطولة المغربية الاحترافية إنوي، والتي تمنحنا هذا الموسم تشويقا أكثر، سواء من حيث التنافس على اللقب بين العملاقين الوداد والرجاء أو تجديف عدة أندية ضد التيار للحفاظ على مقعدها ضمن الكبار. منافسات الجولة 23 التي انطلقت بلقاء الوداد ونادي بركان تواصلت بمواجهة خلالها الرجاء لم يهدر فرصة استقباله للدفاع الحسني الجديدي وحقق فوزا بهدفين لصفر، حمل توقيع الثنائي سفيان رحمي وبين مالونغو مع انطلاق الجولة الثانية. الرجاء حافظ على مركزه الثاني، تفصيله 3 نقاط عن المتصدر الوداد والفائز الثلاثاء المنصرم على نادي بركان بهدفين لصفر. أيضا النصر الخضر وإن اصطدموا بدفاع متين في الجولة الأولى إلا أنهم فكوا شفرته مع انطلاق الجولة الثانية بفضل سفيان رحمي قبل أن يضيف الهداف بن مالونغو الهدف الثاني، ويعزز مكانه في صدارة الهدافين ب14 هدفا بفارق هدفين عن أيوب الكعبي لاعب فريق الوداد. قبل أن نشرع في الحوار للحديث إذن عن هذه المباراة وهذا الصراع عن بعد بين الوداد والرجاء، ندعوكم لزيارة منصة ميديا بودكاست، بها تجدون بودكاست ميادين عند نهاية كل أسبوع مع قراءة للحدث الرياضي من زاوية مختلفة. زوروا إذن منصة ميديا بودكاست، بها تجدون بودكاست ميادين. وأتوجه للترحيب بضيوفته الحصة، بداية بضيف يطل علينا لأول مرة عبر نافذة ميادين، تعلق الأمر باللاعب الدولي السابق المدرب الحالي سام الأغنية العثماني. سام الأغنية، مرحبا بك معنا في ميادين. مرحبا الأخ الحناوي، ومرحبا جميع المستمعين والمشاهدين لبرنامج ميادين. شكرا لك اولا سي عبد الغني العثماني على تلبيتك الدعوه، وربما اصدقائي بسام مرحبا بك. مرحبا بك بسام نجار. يوسف سي عبد الغني وكل متتبعي ميديا. ومعنا ايضا السعيد صديقنا يوسف الشاطر. يوسف مرحبا بك. مرحبا فؤاد الضيف الكريم وايضا صديقنا بسام. كما ذكرت يعني ربما انتم محظوظينش انكم ما شفتوش هذا اللاعب كيلعب بشكل مباشر يعني في منتصف الثمانينيات مع فريق الجيش الملكي، مع فريق المنتخب المغربي، لاعب بتقنيات عاليه وعاليه جدا. انا شخصيا كنشوف كنفتقدوا مثل هاد اللاعبين، وفي العصر ديالنا هذا قليلا قليلا ما نشاهد لاعبين من طينه سعد الغني العثماني او لاعبين اخرين يعني تالقوا في الميادين المغربيه في الحقبه ديالنا احنا الشيبانيين، فتره الثمانينيات وفتره التسعينيات. سعد الغني العثماني، اذا الحديث عن لقاء فريق الرجاء البيضاوي امام نادي الدفاع الحسني الجديدي في ثاني لقاء عن الجوله 23. الرجاء الذي لم يهدر فرصة الاستقبال حقق فوز بثنائية، ظل في المركز الثاني ويلاحق الوداد المتصدر، واللي كان فاز يوم الثلاثاء على حساب فريق نادي بركان بنفس الحصة. وقبل ما تجرى المقابلة، فعلا المقابلة كانت صعيبة على الورق، لأن كتجمع بجوج فرق، واحد كسارة من أجل تفادي النزول وفريق دائما كيقلب على المرتبة الثانية. هاد الطريقة في اللاعب مع جوج ديال الفرق اللي كيحتلوا الصدارة وتفادي النزول، كنظن بأنها كتخلي واحد الضغط على اللاعبين، سيرتو بالنسبة للجانب ديال الدفاع الحسني الجديدي، لأنه ما مسموحش ليه الخطأ، ما مسموحش ليه أنه ينهزم في هذه المقابلة، وبالتالي الفريق الأخضر هو مطالب باش انه يخسر 3 نقاط باش دائما يبقى في المطارده. كنظن بان ربع ساعه الاولى لاحظنا واحد ما كاينش واحد الفرق ما بين الرجاء والدفاع الحسني الجديدي، كانت واحد الرغبه من دفاع الحسني الجديدي انه يحاول يضغط ويسجل هدف، وكنظن بان حتى فريق الرجاء البيضاوي كان كيمشي بنفس الطريقة، ولكن كنظن من بعد مرور هاد 5 دقائق لاحظنا الفريق الرجاوي بدا كيضغط، بدا كيلعب بالأسلوب ديالو اللي كيحاول يلعبو دائما، وبالتالي ما تاتاح لي فرص كثيرة، ما ترجماش لأهداف، بقات الأمور على حالها إلى حدود الدقيقة 45، وهنا كنقولوا بأن فريق الدفاع الحسني الجديدي
قدر انه يقاوم نعم ويسالي الشوط الاول بصفر لميتين. طيب يوسف، فريق الرجاء كما ذكر يعني الرجاء ربما دخل المباراه فعليا حتى الجوله الثانيه، كان صادم كما ذكرنا بدفاع صلب ديال الفريق دفاع حسن جديدي اللي بالرغم من ذلك يعني قام بعض المناوشات في الجوله الاولى، لكن لما تتحرك الاله الهجوميه للرجاء بوسط لاعبين مهاريين كالهبطي اللي منح الهدف الاول للرحيمي، كقوه بين مالونغو اللي يعني اضاف الهدف الثاني، الامور تحسم بهؤلاء اللاعبين اللي عندهم مهارات. طبعا الفريق فؤاد الفريق فردي بالنسبه للفريقين، الرجاء لم يقدم مباراه جماعيه كبيره على جميع الاصعده، الفريق كان شيئا ما خائف شيئا ما في الشوط الاول على مستوى، قام بعده اخطاء على مستوى تناقل الكره، لكن في الشوط الثاني مع تحرك الاله الهجوميه خاصه كما ذكرت سفيان الرحيمي وبن مالونغو ثم زكريا الهبطي الذي بدا ياخذ دقائق لعب وياخذ ايضا الثقه على الرواق الايمن، صعود عمر بوطيب ساند كثيرا الهجوم، الرجاء شاهدناه مختلف واستطاع ان ينهي المباراه في ظرفية صعبة، أسبوع صعب كما قلنا سابقا لفريق الرجاء البيضاوي وقبل مباراة إياب أمام بيراميدز، ولا ننسى أنه أراح مجموعة من العناصر. نعم. فؤاد، نعم أراح مجموعة من العناصر خصوصا بسام على مستوى خط الدفاع، إراحة الهدهودي وأيضا إلياس الحداد، ومنح الفرصة للورفلي باش يرجع من بعد فترة توقيف يعني غضب سعد الشابي، ثم ايضا عبد الرحيم شاكر ايضا استرجع مكانه في وسط الدفاع، يعني تغيير في اللاعبين لانه تحسبا للقاء بيراميدز، ربما هذا اثر نوعا ما في ارتكاب بعض الاخطاء، لكن هجوميا يبقى الثنائي سفيان رحيمي وبين مالونغو الورقه الرابحه بالنسبه للرجاء هذا الموسم. والثنائي لوحده يعني سجل 24 هدف من اصل 37 هدف سجله فريق رجاء هذا الموسم في البطوله، مما يشكل حوالي ثلثين يعني 64% من مجموع اجمالي الاهداف فريق الرجاء هذا الموسم، وهذا يظهر قوه هذا الثنائي اللي كان قوه ضاربه فريق الرجاء إن في منافسات البطولة أم في منافسات البطولات الإفريقية. تحدثت فؤاد يعني على اللاعبين الشباب ديال فريق الرجاء البيضاوي، ما ننساوش أن الهدف الأول جاء يعني بمشاركة مذكور الهبطي والرحيمي، هاد اللاعبين ثلاثة لاعبين ديال التكوين ديال فريق الرجاء البيضاوي، وهذا يعني يثبت العمل اللي تم القيام به قبل سنتين، يعني إشراك هاد اللاعبين أولا من طرف تشي جمال وأيضا الثقة اللي تعطاتهم عن جمال السلامي، والآن كنشوفوا نتائج الفريق الرجاء والتدوير ديالهم لاعبين، وتحدثنا هذه المساله ضروريه بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي، ضروري ايضا فريق الوداد البيضاوي، وكنشوفوا انها كانت فعاله اليوم يعني في افق المباراه امام بيراميدز، ربما هي ناجحه اكثر بفريق الرجاء البيضاوي منه بفريق الوداد البيضاوي، لان الفريق الوداد البيضاوي يعني شفناه فقط للقاء الاخير امام تبركان، عاد عطى الفرصه لبعض اللاعبين الفريقين انه وماشي لاعبين ديال الفرقه، هذا اللي بغيت نقول، هذا اللي بغيت نقول بسام، ان اللاعبين ديال فريق الوداد ماشي لاعبين اللي ترعرعوا في الفريق لاعبين اللي تم جلبهم من فرق اخرى، سنعود الى ذلك يعني بعد قليل. نعود الى صديقنا عبد الغني العثماني. سي عبد الغني العثماني، فريق الرجاء البيضاوي دعنا نقول بانه نجح في هذا المنعرج الهام، شانه في ذلك شان فريق الوداد، منعرج هام لان اللقاءين هادو جاوا في وسط الاسبوع يعني ما بين لقاءات القاريه، دوري ابطال افريقيا بالنسبه للوداد، كاس الكاف بالنسبه للرجاء، والرجاء نجح بانه يمر بسلام من هذا المنعرج ديال فريق الدفاع الحسني الجديدي، كان هناك تخوف لكن المهارات صنعت الفارق بالنسبه للرجاء. فعلا هذا المنعرج فرضته الاقصائيات الافريقيه، لان فرق كبيره كالوداد والرجاء تتوفر على لاعبين كبار، على لاعبين في الطاقه البشريه كنظن بانها كتلعب دور مهم في فرق كبرى. يمكننا نقول بان مشكور الازمه الماليه لان عطاتنا الشباب بفريق الرجاء البيضاوي، لانه كان حتما يجب ان يعول على الشباب، وبالتالي هاد الشباب عطوا الكلمه ديالهم وبينوا بانهم يستحقوا ان يلعبوا في فريق كبير كفريق الرجاء البيضاوي. فمثلا اذا خدينا الهبطي هو من اقوى المكاسب لفريق الرجاء البيضاوي، شفناه كان محوري في هذه المقابله، كان يعني فعال، يعني تمريره جيده لمتولي، ولكن ما انه يترجم الاهداف. كنظن بانه المجموعه اللي كيتوفر عليها فريق الرجاء البيضاوي ادت الواجب ديالها وبينات بانها يمكن انها تقدر تلعب الموسم ولا مواسم كثيره بهذا الشباب،
وانها تلعب دائما ادوار مهمه في البطوله ولا في كاس العرش ولا في الاحصائيات الافريقيه. بالفعل فريق الرجاء البيضاوي كيتوفر على مجموعه كبيره من اللاعبين الشباب الموهوبين الواعدين، واللي ربما بالنسبه للفريق الرجاء ما يلقاش صعوبه انه يتعامل مع المباريات القادمه، عنده يعني واحد الترسانه بشريه هامه بالرغم من صغر السن ديالها، الا انها اكتسبت خبره منذ الموسم الماضي مع جمال السلامي وايضا مع بدايه هذا الموسم مع الاسعد الشابي، كل من سفيان رحيمي وايضا بين مالونغو مره اخرى كياكدوا بانهم هما العنصرين المحوريين، لان الغياب ديالهم مثلا في لقاء نادي سبركان والفريق انهزم، فالمشاركه ديالهم اصبحت المشاركه حتميه، وربما هذا هو ربما ما استشعره الاسعد الشابي، لانه الى اخلد بعض اللاعبين للراحه كما هو الشان بالنسبه للحفيظي اللي مصاب نوعا ما ولكن سيكون حاضر في لقاء بيراميدز، كما بالنسبه ايضا بالنسبه لخط الدفاع اراحه الياس الحداد والهدهودي، لكن على مستوى خط الهجوم يعني الاسعد الشابي لا يمكنه بتاتا الاستغناء عن هذا الثنائي. ولا يريد الابتعاد عن الوداد فؤاد، نعم. نفهمه بطبيعه الحال. الاسعد الشابي اعطى تقريبا لسفيان الرحيمي 70 دقيقه في هذه المباراه واخرجه، لكن بين مالونغو اكمل المباراه كما تفضل بسام بالارقام لا تكذب، اداء كبير ليس هذا الثنائي، الارقام التي تريد الانديه دفعها في رحيمي ومالونغو تعطينا فكره ايضا على قيمه. سام متخصص في الارقام يعني كيوجد الارقام يعني بعيد علينا شويه. احنا ارقام ما عنديش معهم ادبيين ماكش صمت يعني. قلت فؤاد بالنسبه للارقام لا تكذب، المجهود كبير بالنسبه لهذا الثنائي، تنوع على مستوى اللاعب الهجومي، لان مالونغو ربما من الاشياء التي يعطيها للرجاء هو لاعب محطه ارتكاز يريح كثيرا لاعبي خط الوسط عندما لا يجدون الحلول، وسفيان رحيمي هو لاعب لنقول فؤاد شبه متكامل لا نبالغ، لانه يمتلك المهاره كي يراوغ يزيح لاعب او اثنين والسرعه يسجل وسريع يعني. نعم. كل شيء موجود في هذا اللاعب، ننتظر بسام والرقم الذي سيعطيه في سفيان رحيمي. دابا نشوفوا الارقام اللي يقدر يعطيها لنا بالنسبه لفريق الدفاع الحسني الجديدي، الدفاع الحسني الجديدي اللي كما ذكر سي عبد الغني العثماني من الفرق المهدده، يتوفر على رصيد 25 نقطه، وربما الفرق اللي كتوفر على 22 نقطه في اسفل الترتيب يعني على مستوى اسفل الترتيب، كمثلا سريع والضم عندها 22، وايضا ثلاث فرق عندها 23 اللي هي شباب محمدية يوسفية برشيد والمغرب الفاسي. تحقيق هذه الفرق لنتيجة الانتصار يجعل دفاع الحسن الجديدي يحتل المركز ما قبل الأخير بسام. نعم يعني الفريق الجديدي مهدد بشكل كبير في نهاية الأسبوع إن تمكنت إحدى الأندية من تحقيق نتيجة الفوز. نعم. يعني فريق الدفاع الحسن الجديدي وبلغة الأرقام فؤاد يعني الهزيمة الرابعة على يعني المباراة الرابعة التي يعجز فيها عن تحقيق نتيجة الفوز، هزيمة أمام الزمامرة، أخرى أمام الوداد، تعادل أمام وزم، و ليلة كان يعني هزيمة أمام فريق الرجاء البيضاوي، هذه من أسوأ المواسم ديال فريق الدفاع الحسني الجديد اللي نذكروا أنه في موسم 2016-2017 كان حصل للمركز الثاني، وقبل ذلك بسنوات كان يعني حقق لقب كأس العرش، اللقب الوحيد الآن لحد الآن في خزائن الفريق. ما نساوش أنه أيضا من ناحية الأرقام فؤاد يعني ثاني أسوأ دفاع لحد الآن في البطولة، 30 هدف تسجل على الفريق. نعم. في حين ان أسوأ دفاع وفريق نهضة الزمالك. ربما فؤاد. نعم. اذا سمحت شيء واحد في صالح فريق الدفاع الحسني الجديدي هو المواجهه المباشره بين يوسفية برشيد وسريع واتزم في حاله التعادل، ربما. نعم. الفريق سيبقى، ولكن ربما السرعة لن يكون فقط ينوسف بين هذين الفريقين، هناك سريع واتزم، يوسفية برشيد، شباب محمديه، المغرب الفاسي، هذه الفتح الرباطي ايضا، كل انديه معنيه بالنزول غير النوبه الجايه من 16 رقم، راه عندك رقم الهاتف ديال سي بسام يعطيك جميع الارقام المتعلقه بالبطوله الاحترافيه. اعود لصديقنا عبد الغني العثماني. سي عبد الغني بالنسبه لفريق الدفاع الحسني الجديدي، هزيمه جديده كتجعله من بين انديه المهدده، انت بطبيعه الحال تتابع البطوله منذ سنوات، ما كناش كنتظروا اننا نشوفوا الدفاع الحسني الجديدي بهذه الصوره هذا الموسم. هو خطا يمكن نقول بانه كيتحملوا المكتب المسير، لانه لا يعقل انك تنهج السياسه ديال الشبيب يعني في ظرفيه وجيزه وتعول على هاد الشباب 100% باش انك تعطي للشباب القيمه ديالو انه يعطي اللمسه ديالو، خاص يكون داك الشيء تدريجيا، ولكن بهذه الطريقه كنظن بانه خصنا هاد الشباب بدينا كنعولوا عليهم 100%، وهذا اللي حصل في الفريق ديال الدفاع الحسن الجديدي، لانه
مع مدرب كبير مع بن شيخة يستحيل أننا نشوف فريق متكامل، فريق يقدر أنه يعول، ولو أنه وجود لاعبين يعني كمفتول يعني واحد المجموعة دي اللاعبين اللي عندهم تجربة، ولكن كنظن أنه رغم الأمل، وهذا ما قاله دائما بن شيخة، يعني الفريق يعني لقيته بأنه تجدد، وبالتالي فالنتائج ما يمكنش تجي بسرعة، فكتطلب شوية ديال الوقت، وهذا الوقت يعني ليس بصالح الدفاع الحسن الجديد. يعني الوقت لا يرحم كما نقول، والوقت لا يرحم فريق الدفاع الحسني الجديد، ولا يرحم فرق أخرى مهددة بالنزول القسم الثاني. طب العودة للرجاء ولهذا الصراع الثنائي الآن، كل فريق يحقق الانتصار على بعد 7 دورات 3 نقاط، يعني يوسف أكيد أننا ربما لن نتعرف على هوية الفريق البطل إلا في آخر دورة، هذا مع إذا ما كان يعني لقاء الديربي بين الفريقين ربما يحدد أيضا صورة فريق البطل. طبعا أسبوع جولة واحدة تفصلنا الآن عن الديربي، الرجاء سيلعب أمام يوسفية برشيد، بينما الوداد سيواجه المغرب التطواني، ويحين وقت مباراة الديربي البيضاوي أكيد ستعطينا صورة واضحة المعالم على التنافس، أين ستذهب أو سيذهب لقب البطولة المغربية الاحترافية. من الأشياء الهامة أيضا هو مصير الفرق على المستوى الإفريقي، أكيد سيكون لذلك وقع على نفسية اللاعبين، ما يقال ويشاع حول إمكانية رحيل فوزي البنزرتي في نهاية موسم لازال مرتبط، لكن هناك حديث عن أنه فتح محادثات مع فرق مصرية. هو متعود على مثل السيناريوهات، يعني لا يعني ما نتعجبوش لو ذلك سيؤثر كثيرا فؤاد على المجموعة، لأنه سيفقد السيطرة على غرف الملابس، وشاهدنا ما حدث بينه وبين يحيى جبران عند نهاية مباراة كايزر شيفس، بالتالي ربما الديربي زائد نتائج الفرق على المستوى الإفريقي ستكون لها الكلمة الفصل في مصير اللقب. طيب سابلوني العثماني، بالنسبة لك انتهى الصراع عن بعد بين القطبين بين الوداد والرجاء، هل تترقب ربما أن يتحدد أو تتحدد هوية الفريق البطل في الدورات القادمة، أم أننا سنعيش سيناريو كالموسم الماضي حينما تعرفنا على الفريق البطل في الأنفاس الأخيرة من لقاء الوداد أمام الفتح والرجاء أمام الجيش؟ هذا السيناريو عشناه وعاشه الجمهور المغربي وسنعيشه، لأن شيء جميل أن نشوف دائما هذا الصراع بين قطبي الكرة المغربية الوداد والرجاء، يتوفرون على ترسانة بشرية في المستوى، لاعب ممتاز، طريقة في لعب، وجود لاعبين كبار كأمثال رحيمي، مالونغو، جبران، واحد المجموعة دي اللاعبين في الوداد البيضاوي، كلها عناصر اللي كتخلي أن هذا الصراع غادي يبقى حتى الآخر دورة. صحيح الديربي غادي يعطينا واحد النسبة ديال من سينافس الآخر، ولكن كنظن بأن الصراع غادي يبقى حتى الآخر دورة، لأن كل فريق ما كيبغيش يتنازل على الوصافه ولا على الصدارة. بالفعل وخصوصا ان صديقنا عبد الغني العثماني ان الفريقان معا غيتعرفوا على المصير ديالهم في المنافسات القاريه نهايه هذا الاسبوع مع لقائي الاياب، الوداد رحل لمواجهه فريق كايزر شيفس يوم السبت القادم، ثم الرجاء يستضيف بيراميدز المصري يوم الاحد في اطار اياب الدور النصف النهائي لمنافسات كاس الكاف، وكل هذه الانباء شكلت ماده دسمه للصحف الصادره ولصفحاتها الرياضيه، اليس كذلك سي يوسف؟ تماما فؤاد، وهذه الجوله التي تتحدث عنها سنستهلها من يوميه الاحداث المغربيه التي وضعت على راس اهتماماتها رحله الوداد الى جنوب افريقيا، وعنونت الوداد بدون كومارا والمدن بجنوب افريقيا 25 لاعبا بلائحه الفريق الاحمر لمواجهه كايزر شيفس، وعددت الاحداث الغيابات التي تضرب الفريق على راسها الثنائي كومارا والمدن، كما قدمت تفاصيل المباراه وبرنامج الفريق قبل خوض واحده من اهم مباريات الموسم. الى صحيفه المساء التي نقلت كواليس نزال الرجاء البيضاوي وبيراميدز المصري في اياب نصف نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه، المساء كتبت
اصابات كورونا تبعد سيكازو عن قياده مباراه الرجاء ضد بيراميدز، واضافت الكاف عينت حكما مثيرا للجدل بدلا منه يتعلق الامر بالبوتسواني جوشوا بوندو. الى يوميه الصباح التي اهتمت بالجانب التسييري لفريق الرجاء البيضاوي مرشح وحيد يقسم الرجويين، هكذا افتتحت الصباح حديثها، وتابعت منخرطون يطالبونه بضمانات ماليه واخرون يناقشون مشروع الصباح. اضافت قدم عادل الحمراوي المرشح لرئاسه الرجاء وعودا امام المنخرطين بتنزيل برنامج طموح لاخراج الرجاء من الوضعيه الماليه الصعبه التي تعيشها. ونختم من يوميه بيان اليوم التي اهتمت بالبطوله المغربيه الاحترافيه انوي في شقها المتعلق بالنزول، الجوله 23 بدايه صراع البقاء بالبطوله الاحترافيه، قمه مرتقبه بين سريع واتزم ويوسفيه برشيد السبت بهدف الخروج من المناطق المؤديه للدرجه الثانيه، كما يعيش نهضه زمامره اسبوعا حاسما وهو يواجه حسنيه اكادير فؤاد. شكرا لك يوسف، والاكيد ان كل اللقاءات مثيره في هذا الموسم الاستثنائي والصراع على اشده سواء في مستوى المقدمه ومؤخره الترتيب. شكرا لك سي عبد الغني العثماني على تلبيه الدعوه في ميادين، نلقاك في مناسبه قادمه بحول الله ان شاء الله، وشكرا على الاستضافه. شكرا لك يوسف الشاطر، شكرا موصول لصديقي بسام النجار، الشكر ايضا لفريق العمل باكمله كما نقول دائما. للحديث بقيه، الى الملتقى، لقاء يتجدد يوم الغد، كونوا في الموعد.